الله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في المشارق والمغارب، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله تعالى أن يحبكم فيه، وأسأل الله تعالى بهذا الحب أن يجمع تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. بإذن الله تعالى كما وعدناكم نبدأ إن شاء الله تعالى في سلسلة تهيئ الرقاة الشرعيين، وبفضل الله سبحانه وتعالى نطمح أن يكون في كل بيت راق. فلما لا يرقي الإنسان نفسه ويرقي أهله وأحبابه وذويه؟ فتبقى بعض الحالات التي هي حال مستعصية، إن شاء الله حينها يذهب الإنسان عند راق ويعتقد أن النفع والضر، أن النفع بيد الله جل وعلا، وأن الشافي هو الله جل وعلا، وأن هذا الراقي فقط سبب من أسباب التي سخر الله جل وعلا ليزيل به هذا الهم وهذا الغم، وليرفع الله بهذا الضر، وليأخذ على يد الظالم الذي تلبس بالجسد. أقسم بذلك إذا كان هناك خادم سحر أو عين أو حسد أو عشق. بإذن الله تعالى لا بد أن نقف وقفات بداية حتى نعرف الرقية الشرعية. لعل في هذه الأيام وفي هذا الزمان صار الكثير يدعي أنه معالج، وصار الكثير يدعي أنه راقي شرعي. طيب، الساحة تحتاج أن أقول بيقين وأقول بصدق، وأنا هذا الكلام أعيه جيدا وقلته أكثر من 10 سنوات ولازلت أقوله، لا زالت الساحة تحتاج إلى رقاة، والساحة كل يوم تحتاج إلى رقاة أكثر فأكثر، لأن ما دام الشر في ازدياد فالرقاة لا بد أن يزدادوا حتى يحاربوا ويدفعوا هذا الشر. كما صح عن ابن عباس أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإن الشر في ازدياد، وإن الخير في قلة، ولا تقوم الساعة إلا على شر الخلق والعياذ بالله. وما دام الناس في بعد عن الدين يوما بعد يوم، والتبع للشهوات والفتن، فإن لا شك أن الجن والشياطين سوف تتمرد وسوف تتجرأ عليهم أكثر فأكثر. فاليهود قد حاربون بأشياء كثيرة، حاربون بالمسلسلات وبالأفلام وبالقنوات وبالصور وبالأخلاعة وبالغناء وباللباس وبالتبرج وبحب الدنيا وكراهية الموت، بأشياء كثيرة مما جعل في قلب المؤمنين الوهن والعياذ بالله، ومما جعل في كثير من الناس حتى والله دخلت إلى كثير من البيوت لا يعرفون حتى القبلة. فلا أريد أن أستطرد في هذا الموضوع، فكل واحد منا يعرف، وكل واحد منا على دراية ولله الحمد في هذه المسألة. أريد أن نبدأ في تأصيل الرقية الشرعية، وأول ما أبدأ به إن شاء الله تعالى، وأحب بإذن الله سبحانه وتعالى أن يقف عليه الجميع، هو لعل كثير منا يريد أن يبدأ يرقي أخاه، أباه، أمه، أخته، أو راقي مثلا يرقي في مكان معين أو يأتي إلى البيوت. فإني أقول وبالله التوفيق، سوف أخصص هذه الكلمة حول تجهيز المكان وتهيئه بالنسبة للمريض وللمعالج. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الإخوة وكثير كذلك من المرضى. فإني دخلت إلى بيوت كثيرة فوجدت فيها صورا وتماثيل، وجدت فيها موسيقى، وجدت فيها أشياء يعني سبحان ربي العظيم. ولهذا أحب أن أبين حتى يكون إن شاء الله شفاء، فإن بعض الناس ربما يطول بهم الوقت في العلاج لهذه الأسباب التي لم يأخذوها بعين الاعتبار. فإني أريد أن أبين وأصل هذه المسائل وبالله التوفيق. أول شيء هو تجهيز المكان. احفظ مني هذه الكلمات، واحفظي مني هذه الكلمات، حفظني الله وإياكم بحفظه. يجب علينا أن نجهز المكان الذي فيه تكون الرقية، فإن هذا المكان يجب أن يكون أول شيء طاهرا، ليس فيه نجاسة، كالثياب، فإنك كأنك في مصلى. كأنك في ماذا؟ في مصلى. فإن الصلاة يجب أن يكون فيها طهارة البدن والمكان، وهكذا وهذا والرقية كذلك. عليك أن يكون المكان طاهرا، طهارة حسية ومعنوية، فالطهارة طهارتان. فيجب علينا أن نطهر المكان، من أن نقصد بهذا الطهارة من النجاسات. أول شيء أن تطهره من أي نجاسة، تنظر يمين شمال أن يكون مكان طاهر ونظيف،
ولما لا يصحبه رائحة طيبة؟ ولما لا؟ فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إليكم حب لي من دنياكم الطيب. بدأ بالطيب، فإنسان عليه يكون دائما طيب، لباسه طيب، رائحته طيبة، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا المكان سوف يتلى فيه كلام الله جل وعلا، وإذا قلنا يجب أن يكون طاهرا، فالأولى بالرأي كذلك أن يكون ريحه طيب، فمه طيب، لأن يعني هذا الفم هو طريق القرآن، فيستاك إن شاء الله تعالى، يستاك حتى يكون هذا الكلام بإذن الله تعالى. فكلما أعطيت للقرآن قيمة الله تعالى رفع قدرك، سبحان ربي العظيم. فكلنا يا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا أراد أن يذكر، حتى أنه يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس البياض ويستاق ويتعطر ويتجمل. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الله تعالى هذا كلام الرحمن المنان جل وعلا. فأنا أعجب من راق، يعني ترى هندامه متسخ، وترى يعني شكله يعني عليه العرق وعليه يعني أشياء، يعني الله المستعان. فأنت تعطي صورة، أنت أيها الراقي وأيها المعالج تعطي صورة لكلام الله جل وعلا، فلا يليق بك أن يروك الناس في حالة لا تليق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الرحمن جل وعلا. أول شيء طهارة المكان، طهارة المكان، أن يكون المكان طاهرا. ركزوا معي على هذا المكان، يعني يكون طاهر من أي نجاسة، وأن يكون كذلك بدنك طاهرا، بدنك طاهرا، ويكون نقيا ويكون جميل إن شاء الله جل وعلا. والله الذي لا إله إلا هو، إن البياض لا يؤثر في الجن، وهذا قد رأيته ولاحظته كثيرا، إن البياض وحسن اللباس يؤثر في الجن كما يؤثر في حسن التلاوة وحسن الكلام، وهذه أشياء إن شاء الله سوف يكون لها درس خاص بإذن الله جل وعلا. كذلك يجب أن يكون المكان خاليا من كل ما يغضب الرحمن جل وعلا، كل شيء يمنع من دخول الرحمة ودخول الملائكة عليك أن تزيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. الكلاب هذه التي في البيوت ما حكم منها إن لم تكن للصيد أو تكون للحراسة أو تكون للماشية؟ فما علتها؟ ما حكمتها؟ أنت تعلم أن في كل يوم، يا من تربي الكلب، في كل يوم يأخذ منك كرات جبل من الحسنات لتربية الكلب بغير علة وبغير سبب، أتعلم هذا؟ ومع أنك تربيه فإنه يأخذ من حسناتك، وكذلك يذهب عنك رحمة الله جل وعلا، وأن تأتي ملائكة الرحمة. فإذا ذهبت ملائكة الرحمة بطبيعة الحال سوف تأتي ملائكة العذاب والعياذ بالله، أو الشياطين، نقول شياطين، يعني تأتي الشياطين تؤزك أزة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين الكافر تؤزهم أزة؟ فالإنسان يريد أن يكون في بيته رحمة، سكينة، مودة، يستشعر في بيته أنه هادئ البال. بعض الناس لا يرتاحون في بيوتهم فليفكروا في المعاصي التي في البيت، سبحان الله. يقول لك كلما دخلت إلى بيتي فيه ضيق، فيه نكد، فيه غم، فيه مشاكل، فيه كذا، فيه كذا، لا نستقع على حال. انظروا يرعاكم الله في بيتكم، هل فيه صور؟ هل فيه كلب؟ هل فيه موسيقى؟ هل فيه أفلام عالية؟ هل فيه أفلام؟ هل فيه هذه أشياء يجب أن تلاحظ وتأخذ بعين الاعتبار. صور ذوات الأرواح حرام أن تكون في البيوت، والصور الفوتوغرافية كذلك تعلق على الجدران، هذه لا تجوز. الصور تعلق على الجدران، صور الأب أو الأم، أو ربما يقول لمحبتهم أنهم توفوا فيجب أن يعني أضع صورتها حتى أذكرها، أو صورتها حتى أذكرها. لا، إذا كنت تحب أباك أو أمك فاجعل الرحمة والدعاء لهم في السجود، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولم يقل تعالى علق صورهما، بارك الله فيكم. طيب، ويجب كذلك إخراج الكلاب الموجودة في البيت كما قلنا، وكذلك زينة البيوت وإن كانت تماثيل وإن كانت غالية الثمن. أنا أدخل بعض الشقق وبعض البيوت الكبيرة فأجد صور لي يعني تمثال لفرس، أو كأن رجل يحمل حربة في جهاد أو في معركة، أشياء رأيتها عظيمة جدا، يعني كبيرة، وحتى ربما تكون بنحاس، ربما تكون بأشياء غالية باهظة الثمن بفضة، أو تكون ولعلها تكون بدرهم، لا تجوز. لو علا تكون بريال، لا تجوز، ها لا تجوز، لأن بهذا تستوجب. وكم من رأينا من شيء أن الجن عندما نقرأ على الناس يقول لك: كنت أسكن في ذاك الثمثال، أو كنت أسكن في تلك الصورة. وهذا حصل معي كثيرا، لا داعي لصرف القصة الآن أو العبارة حتى، لكن باختصار لشدة هذه الأماكن. أول شيء تجهيز المكان الذي فيه يتلى كلام الله جل وعلا، لا يكون فيه صور، أن يكون طاهرا، أن يكون على رائحة طيبة، أن يكون إن شاء الله جل وعلا هذا المكان تستشعر فيه أنت بالراحة النفسية وبالسكينة، حتى إن شاء الله تستوجب، حتى يعني تتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى في الرقية الشرعية، وهذا أمر مهم جدا جدا. كذلك تجهيز وتهيئة المريض على الرقاه،
وعلى من أراد أن يعالج نفسه أو غيره. فإني أؤكد دائما على المسألة النفسية التي لها ارتباط بينك وبين نفسك أو بينك وبين المريض أو وعلى العموم بينك وبين الله أو بينك وبين هذا الجن الذي سوف تتكلم معه أو تلقيه. وإن لم يتكلم فاعلم أنه يسمع ويرى ويبصر إذا تأكدت من تشخيصك. أول شيء تهيئة المريض نفسيا وعقائديا، تهيئة المريض نفسيا وعقائديا حيث يعطى موعظة، وهذه لا بد منها. وهذه الموعظة التي تعطيها أنت للمريض فإنه يأخذها المريض منك ومعه من الذي يتلبس به، حتى الجن الساكن في هذا الجسد فإنه يأخذ هذه الموعظة ويستشعرها، خاصة إذا خرج هذه الموعظة بتلقائية وبعفوية وتستوحي يعني معها آيات معها. إذا واعلم كلما أثرت فيك الموعظة في نفسك أثرت في غيرك، هذه نقطة مهمة جدا، حتى لا تكون محفوظة أو تكون يعني في أصل، لا، ليس العبرة أن تقول وإنما العبرة أنت بما استشعرت حتى يستشعر الغير، بارك الله فيكم. وأن تكون الموعظة سريعة يتعلم فيها أن الشفاء بيد الله جل وعلا، أن نربط قلوب الناس بأن الشفاء بيد الله جل وعلا، وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، وأن السحر والدجالين والمشعوذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وكما قال الله تعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يعلم الغيب إلا بوحي من الله جل وعلا، وما يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا أو يأتي بنفع إلا بتقدير الله جل وعلا، فما ظنكم بنحن. وهذا عليه اعتقاد المؤمن الموحد الصادق مع الله جل وعلا. ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا كذلك. وأن الرقية وآيات القرآن والأدعية النبوية هي سبب من أسباب الشفاء. وعلى الناس أن يعلموا أنهم يعتقدون وقلوبهم معلقة بالمسبب لا بالسبب، فالمسبب الأسباب هو الله، وأن تأخذ السبب واعتقادك في الله وتدعو الله أن ييسرك هذا السبب يكون سبب خلاصك ونجاحك وفلاحك وشفائك، وأن لا تعتقد في مسبب في السبب وتنسى المسبب فتجمع قلبك على السبب وتنسى المسبب، بهذا أشركت مع الله ويترك الله جل وعلا للسبب يترك الله جل وعلا للسبب، وبهذا تشقى وتضل والعياذ بالله. اعلموا هذا بارك الله فيكم جميعا، اعلموه بارك الله فيكم. وأن الرقية والآيات القرآنية والأدعية النبوية هي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا وبقدر إيمان المريض، اعلموها بارك الله فيكم، سطروها واحفظوها، بقدر إيمان المريض وتقواه ويقينه ويقينه في الله جل وعلا، وكذا بقدر إيمان تقوى المعالج يأتي الشفاء سريعا. فإني أقول وبالله التوفيق، كلما كان المريض على تقوى من الله، والله الذي لا إله إلا هو، كم من أخت أن الجن وبكى واشتكى لي ويقول: آذتني بصورة البقرة، آذتني بقيام الليل، آذتني بالصدقة والإحسان، آذتني بحسن الجوار، آذتني وآذتني. لتعلموا أن الخيرات والقربات والصالحات لها تأثير على الجن المتلبس، ولما لا وهو معك أينما حللت وارتحلت، ويراك ربما تخفى على أعين الناس ولكن هو معك، يراك يرى معاصيك وبها يتقوى عليك، فاعلم من أين أتيت إن تأخر عنك العلاج يرعك الله. طيب، وبقدر إيمان وتقوى المعالج المريض والمعالج يكون الشفاء. وأنا دائما أستحضر المثل الذي ضربه الشيخ الموفق القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال أن المعالج بيده سلاح لا شك أنه قوي، وهذا السلاح كلنا نعرفه هو القرآن، وعلى المجاهد أن يكون السلاح الذي يحمله قويا، والقرآن قوي، لكن على اليد التي تحمل السلاح أن تكون كذلك قوية. اليد التي تحمل السلاح عليها أن تكون قوية إن شاء الله جل وعلا، وهذه القوية هذه اليد أن تكون يد الراقي، عندما يبدأ بآيات الله تعالى يحن ويخشع ويدمع، وأن يستشعر عظمة الله جل وعلا، وأن يفقه ما يقول، وهذه مهمة جدا، أن يفقه حكم الآيات
وأن يفقه معنى الآيات التي يتلوها حتى يتأثر به، ومن تن يشرحها ويعلمها للجن وحتى للمريض. فإن في بعض الحالات يكون المس جزئيا فيأخذ الموعظة الإنس والجن معا، وربما لا يستشعرها الجن فيستشعر الإنسي فيؤثر على هذا الجني فيستشعرها، وفي أحيان يستشعرها الجني ولا يستشعر الإنسي، وعند استشعار الجني يؤثر على الإنسي فيشعران معا. هذه أصول يجب أن أعلمها للجميع، لكن أنا أقول دائما في فيديوهاتي من يلاحظها ويدققها يجد إن شاء الله تعالى يعني نكتات، ويجد الحمد لله حكم في طيات الكلام. فإني لا أستطيع أن أصل لكل مسألة لضيق الوقت وكثرة المسائل، لكن إن شاء الله تعالى أرعوني سمعكم تفقه إن شاء الله في هذه السلسلة، بارك الله فيكم. وأي سؤال نخصص له، لا إشكال عندي، أي سؤال أخصص له إن شاء الله تسجيلا حتى يكون مفهوم وأوضح بإذن الله تعالى. كذلك من المسائل يجب أن يهيئها للمريض، يجب أن يخلع أي حجاب، بمعنى أن يخلع أي كتاب مكتوب، وإن كان على معتقد أنه بالقرآن ينفع فإن الراجح أنه لا ينفع. فمن علق تم فلا أتم الله له، وفي رواية كان فيها كلام فقد أشرك. المهم على أنه أي شيء له علاقة بالكتابات وبالشرك أو بالسحر فإنه يزال، لأنه يؤخر عنك العلاج. على المريض المعالج أن يسأله هل عندك خاتم، هل عندك، لأن صارت الأمور تعمت بها البلوى. بعض الناس يعتقد أن فيها النفع وأنها عادية جدا، لأن روج له أصحاب الأفكار السلبية ليروجوا لبضاعتهم عبر القنوات وعبر المواقع وعبر المنتديات، فصار كل الناس يحملون خاتم ويظنون فيه النفع، أو يحملون حجاب ويظنون فيه القبول أو النفع. وهذا يجب أن تنبه لها حتى ترشد الناس إلى الخير وإلى الصواب، بارك الله فيك. طيب، أي حجاب معلق يجب أن كان مكتوبا أو عليه كلام ولو بالقرآن أن يزال ولا يستخدمه المريض، وأن يحرق ويتخلص منه، عليه أن يحرقه وأن يتخلص منه طاعة لله جل وعلا. كذلك إذا كان الرجل يلبس الذهب فهذه من المعاصي التي يتلبس بها، كما أن حلق اللحية هي من الأمور التي هذه المعصية التي معصية يتلبس بها. هناك فرق بين المعصية التي يعني تزال بزوالها والمعصية التي تبقى معك مع زوال رغم أنك يعني ابتعدت عنها. فمثلا أنا أضرب مثلا فقط، هذه اللحية مثلا على جمهور أهل العلماء يقولون على أنها يعني مستحبة وسننة مؤكدة، ولكن أقول أن بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم ذهبوا بها إلى الوجوب، ويجب أن يفأنيئوا إلى هذا، وكلامهم معتبر لأدلة قوية جدا جدا، بل الذي نميل إليه فضل سبحانه وتعالى أنها واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أن أخذ من لحيته، ما ثبت عنه أنه قصها أو أنه زينها أو شيء من هذا، بل إن الذي يقول نزين وجوهنا فإني أقول لا، عكس الصحيح، فإن التزيين هو أن تبقى على هيئتها الطبيعية، كما قالت أم عائشة رضي الله عنها كانت تقسم والذي زين الرجال باللحى والذي جمل الرجال باللحى. فتزيين هذا، ولا أريد أن أدخل في مسألة اللحية، فلما الله تعالى أنبت هذه الشعيرات في الوجه ولم ينبتها عند المرأة؟ فحتى يفرق الإنسان بين الرجل وامرأة، وحتى يجعل الإنسان لله تعالى الله يجعل له يعني هيئة. والآن الأطباء يؤكدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن بكثرة الحرق تصيب الأمراض الجلدية وكثير، لا أريد أن أخوض في هذا، لكن بالإشارة يفهم الإنسان. أنا فقط أبين لأحبابي الذين فيهم خير وصلاح، والله في أمتنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة الحبيبة فيها خير كثير، لكن الشيطان لا يهنأ ولا ينام، فيريد أن يأخذ من كل واحد منا على قدر استطاعته وجهده، أن يأخذ منه ما أخذ فإنه فائز. فلهذا لو وفق الله تعالى العبد على أن يتركها فإنه يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت فهذه تبقى من المعاصي التي يتلبس بها الإنسان. قلت الرجل الذهب هذا يخلعه، الذهب يخلع لا يبقى في في في, في اليد، لا يبقى في اليد، سواء سلسلة ذهب أو خاتم ذهب، أي شيء للرجال ذهب، لأن الله حرمه على ذكور أمته وأحله لإناثها. وكذلك بالنسبة للحرير للرجال فإنه لا يلبسه، إذا كان يلبسه فإنك تأمره أن ينزعه وأن يغيره، بارك الله فيكم. كذلك بالنسبة
يجب ارتداء المرأة المسلمة الحجاب الشرعي قبل الحجاب، قبل الحجاب الشرعي قبل الرقية. ولا نكتفي بالحجاب الشرعي، بل إني أقول عليها أن تحاول أن تجتهد في أن لا تظهر منها عورة، أن تلبس السروال وأن تحكمه وأشياء كثيرة، لأن بعض الأخوات فيهم جن مارد ويتعمد أن يفتن الراقي، وخاصة إذا كان عاشق فإنه في كثير حالات يقول لك أريدك أن ترى كيف أنا مفتون بها، ويريد أنك أنت كذلك تفتن بها. ولاحظوا هذه مسألة مهمة عند الشيطان، فإنه لا يهنى. ولهذا على الإنسان الذي يعالج أن يكون دائما على حذر، وأن يأخذ بأسباب الحيطة، بارك الله فيكم، أن يغلق أي مذياع، أن يغلق أي تلفاز، أن يغلق أي جهاز كمبيوتر أو حاسوب إن كان مفتوحا، أي أغنية تغلق، حتى وإن كان القرآن يغلق. لما؟ حتى يبقى الراقي في تركيز ولا يتشتت ذهنه وفكره، فيبقى مع المريض، فيبقى مع المريض عينه عليه، أدعية، تلاوات، قراءات، ويعرف. سوف ننتقل إن شاء الله تعالى معكم كيف تغير يعني إن شاء الله تعالى الأدعية والآيات على حسب ما ترى من يعني حالة تظهر على المريض، سوف نبينه إن شاء الله جل وعلا. كذلك يجب أن يكون على الفتاة الممسوس أحد محارمها، يكون معها أحد المحارم. وهذه المسألة طال فيها الكلام، وأريد إن شاء الله تعالى أن أخصص لها تسجيل خاص لنبين ضوابط الخلوة وضوابط الخلوة بالأجنبية في الرقية الشرعية، أحكام الخلوة بالأجنبية أثناء الرقية الشرعية، ومتى يكون المحرم، ما هي شروط المحرم، كيف يكون المحرم، أقوال السلف في هذه المسألة، فتاوى أهل العلم في المسألة، سوف نبينها إن شاء الله تعالى. وأنا أتعمد هذا حتى أزيل بعض اللبس الذي يعني يقال في مسائل كثيرة حول هذه المسألة، ولعل كثير يعي ما أقول، فإن إن شاء الله تعالى سوف أخصص لها، وعندي بإذن تعالى بحث فيها بإذن تعالى، وقفت على أقوال كثير من أهل العلم، سوف إن شاء الله أسرده على مسامعكم، وبالله التوفيق. طيب، كذلك يجب أن ينصح المريض بوجوب المحافظة على الطاعات الواجبة. المحافظة على الطاعات كالصلوات إن شاء الله تعالى في وقتها، ويحافظ كذلك على بعض الرواتب والسنن، ويحافظ إن شاء الله تعالى كذلك على قيام الليل، على تلاوة القرآن، أن يحافظ حتى على الأدوية والعلاجات. فإني أعجب عندما أقول للمرأة تقول لي ذهبت فما استطعت أن أستعمل أدوية، فلما أخذتها أختي بارك الله فيك، أو تقول أخذتها فرغم أنفي سكبتها في 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 دورة المياه، فهي لم تسكبها وإنما هذا المتلبس بها. فإني أقول إذا كان الحال هكذا فعلى من مع المريض أن يساعده وأن يقف إلى جانبه، فلا بد من الاجتهاد في الطاعة. ولما لا يقوم الزوج في الليل ويقم زوجته ويبكي على الله جل وعلا أن يشفيها وليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فلما لا، فلما لا. فأنا أقول لكم شيء يذكر، كنت يعني أنا حتى أحفز الهمة، يعني مضى سنتين وزوجي لم تحمل، سنتين عند بعد زواجنا، سنتين وزوجي لم تحمل، وقدر الله ما شاء فعل. فوالله الذي لا إله إلا أقسم بالله العظيم أني وأقولها وبالله التوفيق، أقول لكم القصة بأكملها، أنا أحب يعرف كل شيء، يعني إنسان عادي جدا. فسبحان الله، يعني كان عندي ظروف خاصة جدا، لا داعي لسردها، ظروف خاصة جدا جدا. فهذا يعني أثناء زواجي بعد سنتين من الزواج، فقدر الله سبحانه وتعالى أني كنت أمر بظروف، فسبحان ربي العظيم. قل وزوجي لم تحمل بعده، فقلت لزوجي، قمت في قبل الفجر تقريبا بساعة أو كذا، فسبحان الله أيقظتها، ثم توضأت وبدأت أصلي خلفي، فكنت أقرأ، ثم ختمت قيام الليل فضل سبحانه وتعالى بدعاء طويل، والله بكيت فيه بكاء كثيرا، وهي تؤمن آمين آمين آمين، والله الذي لا رب سواه، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله الذي لا رب سواه. في الصباح والله يعني التقى بي، وهذا الأمر كان خارج الدار البيضاء، التقى بي رجل لا يلبس كل شيء أبيض، أقسم بالله العظيم، وسبحان ربي العظيم، ويقول لي أنت فلان من الدار البيضاء؟ قلت نعم. قال أريدك على جنب. قلت خير إن شاء الله تعالى. فذهبت معه، والله الذي لا رب سواه، كنت أمر بأمر يعلمه الله وما أقول لأحد، يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. فسبحان ربي العظيم، يعني أخرج
كما من المال والله الذي لا إله إلا هو، ثم عده ثم أمدني به. قلت لما هذا؟ ما هذا؟ قال هذا رزقك خذه. شكرته قلت أعرف أين أنت حتى آتيك؟ قال لا داعي. ثم ذهبت شكرته وذهبت، ثم نادى علي من جديد قال هذا المال الذي بقي خذه كذلك. سبحان ربي العظيم، والله الذي لا إله. بعد فترة قليلة جدا قالت لزوجي أنا حامل، يعني فترة الأشهر الأولى من الحمل. فسبحان ربي العظيم، يعني تخيلوا معي الله كريم، فقط يجب علينا أن نحسن الظن فيه، فإنه يعطي عطاء من لا عطاء عطاء لا حد له، فهو الغني سبحانه وجل في علاه. والله لو عرفنا الله لأحببناه. أقسم بإني أحبك يا الله، أقسم بإني وأسأل الله بهذا الحب، بحبي لك يا الله، أن تجعلني معك وأن أنظر إلى وجهك وجميع المسلمين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. طيب، أن يحافظ على الصلوات، ارتداء الحجاب، غض البصر، حفظ الفرج والجوارح، أن يبتعد عن اقتراف الآثام، عن سماع الغناء، عن الموسيقى، عن مشاهدة المسلسلات، عن الأفلام، أن يداوم، أن ينبه، يعني ينبه، أن ينبه هذا المريض على العبادات، عن فضلها، عن الترغيب فيها، لما لا يجعل معه كتاب في الترغيب في الخيرات والترهيب، أن يقرأ في الكبائر، لأنه عندما يقرأ هذا الكتاب الكبائر مثلا فإن الجن كذلك يتألم بهذه الأحكام وهذه النصوص وبهذه الآيات وبأقوال أهل العلم في المسائل مثلا في العشق في الزنا في كذا، فإن هذا الجن كذلك يتلبس. أن يشهد في المحاضرات في الدروس، الذهاب إلى الدورات، هذه المسائل تعين على بإذن الله تعالى على الشفاء وعلى العلاج. وأن لا ينغمس في الشهوات وفي المعاصي، أن لا تغتر بكثرة العصاة الذين هم في مأمن من المس الشيطاني، فإن كثير لو تجلى لنا لرأينا أكثر الناس ممسوسين كما قال شيخ ابن القيم، أكثر الناس صرع الآن الأرواح الشيطانية لأنهم ابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى الأخت متبرجة، لكن مجرد أن تستقيم على دين الله أو تستعمل القرآن ترى بعض الأعراض، لأن أصلا كان فيها لكن كانت بعيدة عن دين الله، فكيف تعرف هذا الأمر إلا إذا سمعت كلام الرحمن جل وعلا. وبالتالي يحارب كلام الله، يحارب هذا الشيطان فيظهر ويتكلم. ولعلها تبقى إلى 40 سنة ما تزوجت، فبعدما يذهب السنين تقول لعلي بمس أو سحر أو شيء أو عين، فتجد أن فيها عاشقا تغلغل فيها وتربى فيها وتمتع بها في الزنا والعياذ بالله سنين طوال، وكانت تظن أن الأمر هين. لما؟ لأنها ليست على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرحومة. ليكن للمريض عبرة وعظة في الضرر والأذى الذي يتعرض له في الدنيا، وليقارنه بعذاب الآخرة الدائم الباقي، فإن عذابا مؤقتا في الدنيا على يد شيطان قد نغص عليه هو أهله وزوجه وحياتهم، فكيف بعذاب المنتقم الجبار؟ علينا أن نأخذ العبر. طيب، تخيلوا إنسان يبكي ويئن ويشتكي إلى الله تعالى وفي ضيق بالليل والنهار، يحارب هذا الشيطان وهذا المال ويجعله في عذاب، فكيف بعذاب الله جل وعلا؟ فكيف بعذاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا عذاب نسبي قليل يسير. ولهذا يجب أن هذه الحالة ومرضك أن يأخذك إلى الله، لا أن يبعدك عن الله، أن يأخذك إلى الله، أن يقربك إلى الله جل وعلا، وأن يجعل هذا الابتلاء تمحيص وامتحان واختبار، ابتلاك ليهذبك، ليصطفيك ويهذبك، لا ليعذبك. افهمها جيدا، إن الله عندما ابتلاك أرادك أن تكون مع الصفوة خير عباده، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته إن شاء الله. والدرس القادم نخص بإذن تعالى لشروط المعالج. الآن تكلمنا عن تهيئ المكان وتهيئ المريض، نتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن شروط المعالج. والمعالج هذا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون معالج؟